ولدينا شباب الآن مشردين، شباب ال 250 شاب الآن في 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 كردستان لاذوا بكردستان لأن تعرضوا للتهديد المباشر، للاغتيال، نجوا من عمليات اغتيال واضحة. وبالتالي عندما أطمئن آني أن يعودون ذولا شبابي ويأخذون استحقاقاتهم بدون أن يتعرضون للغيلة والاغتيال والترويع مرة أخرى والترهيب، ذيك الساعة أنا أطمئن للعملية السياسية كلها والعملية الديمقراطية. الاطمئنان للمنظومة هو أهم خطوة من خطوات الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي. طيب.